حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله. من قدرهم إلا الصلاة للمصلحين للغاية في الناس المسلمين. من قد أبصوا إلا الصلاة حبديتهم للمصلحين لا يعملوا للغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملوا للغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا لنا برسالة بيضاء من وحي أمين ودعوا إلى السير الحولين على غبار السلام. جاءوا البلاء برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. فسميه الذين غروا فاق مجد الخالدين وبشرك بذكرهم مهدا على مر السنين. فسميه مجد أبر فاق مجد الخالدين وبشرك بذكرهم مهدا على مر السنين. قسما لهم مجد أبر فاق مجد الخالدين وبشر ركاب بذكرهم ندا على مر السنين وبشر ركاب بذكرهم ندا على مر السنين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أمره إلا الصلاة من مسلمين لا يعملون لغاية إلا لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. يا أمتي هذه الأمم وذرة العرش التي هذا النداء والتكاسل والخمول سبقناه. يا أمتي هذه الأمم وذرة العرش التي هذا النداء والتكاسل والخمول سبقناه. إن كان عزم للشيوخ وبالنجاح لهم نهي لا ترجعي أو تيسري عزم شبيبة الله. إنك العزم للشيوخ وبالنجاح لهم نهي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي. إنك العزم للشيوخ وبالنجاح لهم نهي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي. لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي. حي الشباب حي الشباب الإرشاد جند البعد مصباح اليقين يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين. سيروا إلى العليا إلى قرة عيون الحزين والله جل مجدكم بالعون والنصر المبين. سيروا إلى العليا إلى قرة عيون الحزين والله جل مجدكم بالعون والنصر المبين. سيروا إلى العليا إلى قرة الحاسدين والله جل مدكم بالعون والنصر المبين. والله جل مدكم بالعون والنصر المبين. والله جل مدكم بالعون والنصر المبين. حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين. حي الشباب العاملين خير الكتائب من قد أبوا إلا الصلاة حبديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. حي الشباب العاملين خير الكتائب من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هاون من عيار 120 ملم
قامت أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون أي غاية إلا صلاة المسلمين من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون.